المقر نفسه يحترق ثانية بعدما احترق بطريقة مشابهة في ديسمبر من عام 2005. قتل حينها قيادات من الاتحاد الإسلامي، فكان ذلك درسا لهم بإخلاء المقر تجنبا لقتل جدد هذه المرة. في المرتين اتهم الاتحاد تنظيمات الحزب الديمقراطي الكردستاني بالوقوف وراء حرق مقاره. بعض المؤيدين والمتعاطفين للحزب الحاكم في محافظة دوك وبدفع من تلك من الحزب الحاكم، وتعرضت هذه المقرات إلى هجمة شرسة، وخلالها تم تدمير 4 مقرات في منطقة دهوك بالكامل. لكن الحزب الديمقراطي ينفي مسؤوليته عن ذلك ويبدي خشيته مما وصفه بثقافة جديدة تغزو المنطقة بعد الثورة العربية. لم نتعود على ثقافة تحطيم وحرق المؤسسات والأماكن العامة. هذه ثقافة جديدة ربما لها علاقة بما يجري في الشرق الأوسط وحوله. قوات أمنية كبيرة أحاطت بالمقر المحترق ليبعد عنه عددا من أعضاء الاتحاد الإسلامي ويعتقل بعضهم. وقامت تلك القوات بمنع فريق الجزيرة من التغطية، وهو الفريق الوحيد الذي تمكن من الوصول إلى هنا حتى ولو تطلب الأمر ضرب المراسل وإبعاده عنوة. حرق مقرات الاتحاد الإسلامي جاء بعد أن هاجم مصلون محلات لبيع الخمور بعد صلاة الجمعة في زاخو والسميل من محافظة دهوك. حرق المركز الرئيسي للاتحاد الإسلامي الكردستاني في محافظة دهوك وحرق 3 أخرى خلال ساعات يجعل السؤال مشروعا، هل لا يزال إقليم كردستان العراق يتمتع بالأمن والاستقرار؟ أحمد الزاوية، الجزيرة، دهوك.